مرحبا حبايبي، كيفكن؟ ان شاء الله مبسوطين. معكن نيلي مع اطيب كيكه سميد باليوسفي، اللي مقاديره نصف كاسه زيت، نصف كاسه عصير يوسفي، كاسه لبن، بشر قشر اليوسفي، 3 بيض بحراره الغرفه، كاسه سكر، كاسه طحين، كاسه سميد ناعم، فانيل، معلقة فانيل، معلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج سودا، معلقة خل ورشة ملح. السيرب نصف كأس من عصير اليوسفي، كاسة سكر ونصف كأس من ماء، وملون حسب الرغبة، هي ملون غذائي، وعصير معلقة ليمون. أخذنا القالب أول شيء وندهنه بالزبدة والبقسمات ونخليه على طرف، وبعدين نبلش بالسيرب. أول شيء أخذنا العصير وحطيناه المي والسكر والنص المندرين او اليوسفي، ونحطهم على النار مشان يتحول لسيرب. ونحط، انا حطيت ملون غذائي، هاي مو اجباري، ومعلقة عصير ليمون. هيك بنحركن لبين ما يبلش يغلي، بس يغلي دقيقتين بده حبايبي، ونخليه على طرف لبين ما يبرد. ونبلش بالكيكة. أخذنا البيض حبايبي وكسرناهم، وحطينا عليه السكر ورشة الملح وبشر المندرين والفانيل، ونضربهم مع بعض. حطينا العصير، عصير اليوسفي او المندرين يعني، حطينا اللبن، وكمان نضربهم مع بعض. كلها حطينا الزيت، نحطه شوي شوي الزيت لبين ما يخلص الكمية، وبعدين هلا ننخل الطحين. هيك بالمعلقة شوي نحركه، وبعدين نضربها بالمضرب الكهربائي مشان ما يتطاير يعني. بعدين اخذنا السميدة كمان الناعمة، كمان ننخلها كمان السميد، بعدين البيكنج باودر كمان ننخلها، والبيكنج سودا، وهلا الخل معلقة صغيرة حطيت، ونحركهم مع بعض. هلا نضربها منيح، وبعدين بدنا ندخل الفرن على 175 لمدة 45 دقيقة. نضربها هيك قبل ما ندخل الفرن، بعدين يطلع من الفرن حبايبي ومباشرة نحط عليه السيرب، نحطها بالمنخل مشان ما ينسى اليوسفي. وهون بلشت انا اعمل اخفق كريمة، نحن نسميه جريدة او كريمة، وهيك زينت فيها شوي بالجريدة او الكريمة. وانا حطيت الملون مشان بس يعطي لون هيك اورانج برتقال يعني، يشبه اليوسفي لونه يعني. وهيك زينتهم بعدين بالكريمة واليوسفي وشوية جوز الهند الأخضر كان عندي. وصفة كتير كتير طيبة، وأتمنى أنه تعجبكم، ولا تبخلوا علي باللايك حبايبي، جربوها وعطونا رأيكم، بحبكم كتير. يلا إلى اللقاء.